أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا بنار كويت أصل السبب مني أنا بالوادي جريت والعود النبت مني أنا نار كويت بيكفي هالجرح تجري من حق المقهور يصيح جهز الغداء عن اذنكم. شو عمو؟ كأنه كتير خجول هالشاب. فعلا خجول كتير والقطة بتاكل عشاه. تعرف ليش بحبه يا بسام؟ هذا الولد ولد عصامي. من وقت ما وعي على الدنيا وهو بيشتغل وبيقدم لأبوه. أبوه هيك رجال اختيار مثل حكايتي وعايشين ببيت بسيط هيك في بحرة في زراعة. لكن هذا الولد وين ما بتزته بيجي واقف، بتعرف ليش؟ لأنه مسبع الكارات، وشو ما اشتغل شاطر. بعدين أخلاق وتربية ما شاء الله عليه، ومن عيلة يعني ممتازة وعريقة بالشام. طيب يعني عمو بلا مأخذة، ليش عم تحكي لي قصة حياته؟ أنا عم بحكي لك إياها لك، أنا عم بحكيها لعم يوسف. يا سيدي، لنلعب نشوف. نعم. هلا شفناكي بخير؟ صدقيني انك ظالمتيني. قسما بالله بحبك. بحبك. في شي ماما؟ لا ما في شي، بس في ناس طالعين على الدرج عم شوف مين.
أنا سيد بسام أخذ بكالوريا علمي، جمعت علامات بتدخلني كلية الطب، وبالفعل سجلت، بس بعدين سحبت لأنه ظروفي المادية ما بتسمح. أنت بتعرف كلية الطب بدها دوام وشغل ودراسة الطب ما بيجتمعوا مع بعض. يعني مثل بنت عمي نوال، كمان هديك جمعت علامات وما قدرت تدخل جامعة. لنفس السبب؟ طبعاً لنفس السبب. أبوها ما معه يصرف عليها، بيشتغل شرطي مرور، يا دوب راتبه يكفيه، بقى منين بدي يصرف عليها بالجامعة؟ بس حرام، هذا مو عدل. لك يا ابني هيك الدنيا، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. في كتير ناس منتوفين. بس شامل مو منتوف، لأنه من أول ما وقع الدنيا هو عم بيشتغل وبيصمد مصاري، بعدين أبوه مو صارف التعويض تبعه. بس هم أنت بتعرف شامل قديش بياخد عندي بالشهر؟ 4000؟ 4000 دولار؟ لا كتير. مين جاب سيرة الدولار؟ إلا كان 4000 ليرة معقول؟ شامل بياخد عندي شهرياً 25000 ليرة وعلى زود. عم تحكي عن جد؟ طبعاً عم بحكي عن جد. تعرف أنا شايف إنه أنت وشامل رح تكونوا أصدقاء كتير. يا ريت، أنا بتشرف. إيه ليش لا عمو؟ يعني شامل شاب ممتاز. أسلموا. شو حبيبتي بلشتي دراسة؟ والله دروس كانت سهلة، كيف ما نجحت ما بعرف. لا بتعرفي. لك صحيح لينو، أمك شو عاملة بالصالون برا؟ مرتبته وشارية ورد. كل هذا مشان بابا؟ يا لطيف شو زعلانة عليه يا سامر. حبيبتي بدك تزعلي أكتر لما تدرى أنه تزوج ومشي حاله. رح تقلا؟ إجا بابا. لينا بلا لهفتك وخليكي طبيعية، لسا عالته ما نسيناها. شوي شوي. تفضل بابا. حيو أولاد. أهلين بابا. شو كان هون؟ بالأوضة. شو لولو؟ كيف امتك على الدراسة هالسنة؟ بدي تبيضي لي وشي ها؟ ولد بلش المدرسة بالأول بابا. تمام بابا، السنة لازم انجح. أهلين أبو سامر، تفضل ارتاح. شكرا. أنا رح أتركك مع أولادك مشان تاخذ راحتك. شو خبرتوها إني تجوزت؟ يعني لو خبرناها كانت بتعاملك هيك؟ بس ليش هيك متغيرة كل هالقد؟ العود ما بيحن إلا على قشره بابا، نسيت إنه في بيناتكم عشرة عمر. يا ريتك ما تجوزت يا بابا، والله ماما صايرة ما في منها. وإمتى أجيت من حقول الرميلان بابا؟ والله صار لي كام يوم. كم يوم وهلا لأجيت تشوفنا؟ إيه بلا هدساتك سامر أفندي. يعني مو معقول قديش علاقته بشامل غريبة، بتخلي الفار يلعب بالعب. ليش بقى؟ يا بابا عم قلك لو ابنه مو هيك، كتير عم يدلله وكتير عم يمدح فيه، قعد ساعة يحكي لي عنه وكله حكي منيح، يعني شهان يكون مثله. معناتها عمك حبه. هو من جيت ما بينحب بينحب. حبك ضريب. هو عمك من يوم يومه، إذا حب حدا بيطلعه لفوق، وإذا كرهه بينزله لسابع أرض. مو صحيح هذا الحكي، كمان أخي رأفت له نظرة بالبني آدم، لو ما شافوا شاب كويس وآدمي ما كان ذكروا بالخير. أيوة، وعلى ذكر الخير بتعرف قديش عم يعطيه بالشهر راتب؟ 25000 ليرة. معناته بيستاهل. رح تجننوني انتو، رح تجننوني. ها بزمتك، ما كان عمك عم يبالغ؟ هو انت لازم تشوف عمك كيف شايفه. ولك مو شايفه، مو شايفه يا جماعة، وبس طاير عقله فيه. وانت كمان بسام بزمتك، هذا الشاب ما بينحب. لا حبيته ولا كرهته ستي، بس انا بدي اعرف كيف فات بعمي هالفوتة.
وأنا اللي كنت قاعدة مثل الأطرش بالزفة. هيك لكان يا شامل أفندي، أنت وباسمة تاريك مخبى بتيابك، يا عليك شو قوي، بس بتعرف تنقي. هو بيعرف ينقي، بيعرف ينقي، بس قوي لا، لأنه لو كان قوي كان حطه لبسام بجيبته. عمو أبو نزار، بسام عتيق وما بينحط بالجيبة، ولحتى فوت لقلبه مو من أول جلسة. أي سيدي لنشوف الجلسات جاية، هلا الدور على أخي سالم أو بسام. تفضل أبو سامر، هاي قهوة أهلا وسهلا. اسلم ويديك يا ابنك. ولو ما في غلبة، أنت ضيف عزيز. تسمحوا لي أقعد معكم؟ ولو تفضل. كيف الطقس كان برميلان؟ شو؟ نار، تقولي قاعدة في فرن. كأنه هالشمس مو لادعة وشك. ايه انا كنت حط برنيطة كل الوقت. قالوا لك الاولاد انه عازمينك على العشاء؟ يعني هلا قالوا لي، بس الحقيقة ما بقدر لانه عندي موعد هام كتير مع جماعة هيك بعد نص ساعة، ما بقدر. لساتك ساكن بالاوتيل؟ لا يعني من زمان انتقلت لشقة. ان شاء الله تكون مريحة. ما بها شيء، منيحة. غرفتين وصالون هيك صغار، منيحة ماشي الحال. يلا اسمحوا لي. ما كملت أهلك بابا؟ معلش بابا تأخرت على الجماعة، ديروا بالكم على كل أولاد. بالإذن مسامر دائما إن شاء الله. الله معك. الله معك بابا. أنا تصرفت شيء غلط معه؟ لا ماما أبدا، هو اللي تلبك وما عرف كيف بده يتصرف. مظبوط، أنا لاحظت إنه تلبك. متضايق لأنك بدك تنام عنا؟ أعوذ بالله، حدا بيتضايق من البيت اللي ولد فيه؟ بس أنت ما ولدت فيه؟ ربيت فيه، نفس الشيء. يعني مثلاً ممكن تفكر أنك ترجع تعيش عنا؟ إذا هذا بيريحك. هذا الشيء بيريحني، بس ما حيريحك لأنك تعودت تعيش لحالك. برجع بتعود أعيش معكم. ليش ما عم تروح السهلة طالما عم تأخذ دواء؟ قرب لشوف. ليش حرارتك مرتفعة؟ بس بالليل ترتفع، بالنهار ترجع طبيعي. من إمتى؟ صار لك كم يوم، بس عادي بابا عادي. رحت لعند الدكتور؟ وحللت، طلع ما في شيء. أكيد؟ تعرفني بابا قديشني موسوس وبهتم بصحتي. طيب، نجي للشغل. شو رأيك بسفرة على كندا؟ كندا؟ خير. في مصنع بدي اياك تروح تتفق مع صاحبه على شغل إلنا. شغل شو؟ وقت بصير الوقت بشرح لك كل شيء. جواز سفرك جاهز؟ جاهز. يعني خلال اسبوع ببين معنا امتى حتسافر. على كندا؟ فرصة تغير جو، رح تروح انت واخوك منير. بتصدق بابا؟ انا فعلا بحاجة لهيك سفرة. مشان ترتاح من السهر؟ لا بس أنا جاء عبالي غير سلوك حياتي كله. باسمة بيسألك سؤال، شو رأيك بنوال؟ نوال بنت عمي؟ لكن بنت أخي، بنت عمي. رأيي فيها من أي ناحية؟ يعني من جميع النواحي. القصد باسمة، هلا لا تشتبيها وطلع لي صوتي قدام أهلك. بصراحة أنا بس من كم يوم انتبهت لها، كتير حلياني، لك صوتها لحاله بالمكفى وبتعرف تحكي وتناقش، بس حابب أعرف كيف تفكر. بصراحة ما حدا بيعرف التاني كيف بيفكر. شو أنا بدي إياك تفوتي لراسة؟ قصدي إلك إنك أكيد احتكيتي فيها، قعدتي أنت وياها شي قاعدة، يعني تبادلتوا شوية أسرار. كيف ملقيتي لياها؟ بنت بسيطة، حبابة، بريئة، لهي الأسباب ما بتناسبك. هلا انا عكس كل اللي قلتي تقريبا. بس باسم هلا انسي الخناق والمناقره بيني وبينك وخلينا نحكي بشكل موضوعي شوي. وانا عم اقول لك رايي بشكل موضوعي. بسام، نوال بحاجه لانسان يتحمل مسؤوليه الزواج والبيت، وانت بصراحه مو خرجك مسؤوليه،
لأنك دائما داير على كيفك. هلا هذا كله قبل الزواج. بظن إنه قبله مثل بعده بالنسبة إلك. بتعرفي باسمة؟ صحيح نحن أخوات، بس أنت ما بتعرفي عني غير مظهري الخارجي. بس أنا قبضاي من جوا وبعجبك. ولما بقرر إني أتحمل مسؤولية بتحملها ورجلي فوق رقبتي ولو. حبيبي تحملها مع واحدة غير نوال. في شيء بلهجتك مالي حابه؟ في شيء ما بعرفه؟ مثل شو؟ أي شيء له علاقة بنوال. يعني حابة حدا هي؟ لا، مشان تكمل معي عنياني أكتر وأكتر. والله رايدك من قلبي يا أم سامر. إيه بس شو بدي أعمل بهي نوال اللي دابقتني؟ سيدي عاب المقصقص ليجيك الطيار. ماما شو الموضوع اللي بدك تحكينا فيه؟ موضوع أبوكم. أنا صار لي أكثر من شهر وأنا عم فكر عم أقيم أحط وبحسب لقدام، وأنا عم بتطلع لورا، وهي قدامكم أنا عم بعترف لكم إنه الشيء اللي وصلت له أنا وأبوكم كنت أنا السبب فيه مثل ما كان هو السبب. يعني مو عيب إذا الواحد يعني اعترف بغلطه. بعدين أنتوا قعدتوا مع أبوكم وحكيتوا معه، إذا حاسين إنه ممكن نرجع ويلتم شملنا أنا ما عندي مانع. المانع مو عندك، عنده. هلأ بزمتكم ما قالكم أبوكم إنه حابب نرجع لبعضنا؟ على كل، لأنه الرجال بشوز ما تطلع منه. يعني ماما نحن شو مطلوب منا؟ انكم تدخلوا واسطة بيني وبينه، بعدين تقولوا له انه هي رغبتكم مو رغبتي، وانه حتعملوا جهدكم معي. صحيح انا يمكن اتدلل شوي عليه، بس بالاخر رح وافق، ومشاكم قبل كل شيء. الو، تصبحي على خير. مين؟ واحد قليل أدب. شو حكى معك؟ لا لا، ما حكى شي. بلو أنا من بكرة ممكن أركب كاشف أرقام. إيش الفايدة؟ بيتصلوا من الشارع ما بيطلع عن الرقم، وإذا طلع ما بتعرف منين عم بيتصلوا. عم يصير إزعاجات كثير ماما؟ لا ماما اطمن، هي أول مرة، بعدين ما في داعي للكاشف. بدي أعرف مين عم يتصل لهم. شفت مسامر؟ لا. لكن ليش تأخرت؟ يعني إذا تأخرت بكون شفت لأم سامير؟ مو قصدي، بس هي ما انتهت من العدة؟ هي انتهت من زمان، بس ما كانت بالبيت، منيح هيك؟ هي عرفانة إنك رايح تشوف الأولاد، منشان هيك طلعت من البيت. والله ما بعرف، ما سألتها ولا سألت الأولاد عنها غيره. وليش هيك معصب؟ وإذا شفتها؟ ما هي هلا مثلها مثل أي مرة بشوفها بالشارع بالوظيفة، نفس الشيء. لا يا أستاذ، مو مثلها مثلهم. الزوجة المطلقة غير شيء، وخاصة إذا كانت الأولانية وفي 20 سنة مقضينا مع بعض، وفي بيناتهم أولاد مثل سامر ولينا. لك شو قصتك أميرة؟ شو صاير لك؟ ما قلت لي ليش لك أنت أخرت؟ لك لأني كنت مع أولادي، ولأنه كنا لحالنا حبينا نقضي أطول وقت ممكن مع بعض. ساعتين ونص؟ ايه ساعتين ونص. بكره بس تجيبي اولادي بنحكي. عم تعيرني لاني ما حملت؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لك انت شو قصتك؟ شو جاي على بالك تخانقي وبس؟ جاي على بالي اطلع اتعشى برا. صحيح انا كنت ناوي اعمل لك مفاجأة، بس انت ما بتستاهل تتفاجأ. بشو هي المفاجأة؟ اليوم حللت وطلعت حامل. يعني ما كنت مريضة؟ لا ما كنت مريضة. ايه الف مبروك. وليش هيك عم تقول بنشافة؟ إيه لا مو بنشافة، بس نحن موضوع الولاد كنا حاكين فيه انه نأجله، يعني خلينا نعيش شوي. وربك هيك رد؟ ايه مشان هيك عم اقول لك الف مبروك. شو حكينا؟ انا فايت البس. شبك ابو يزن؟ ما في شيء، شويه وجع راس بس. ليكون الجرح عم يجعك؟
طبعا من الجرح مو براسي، بس الوجع محمول ماشي الحال. طيب بل ما تروح على الشغل بكره؟ ما بصير. شو ما اروح على الشغل؟ لان الوقفه تحت الشمس بتخلي جرحك يوزم. لك ايش بدي اعمل؟ بدبر حالي. ما اظن في شيء بخوف. بالنسبه للسعله رح اعطيه ابره. الحراره اهم دكتور. كمان رح اكتب له على خافت حراره ممتاز، واذا ردت ارتفعت الحراره عملوا له كمادات ثلج. يا بابا والله الشغله مو محرزه. هذا مو انت اللي بتقرره. دكتور هاي تحاليل الدم اللي عملها من كام يوم بالمستشفى. كنت بدي اطلب نفس التحاليل. طمن بالك ابنك ما في شيء. طيب دكتور ما بيلزمه تحاليل تانية؟ اذا استمرت الحالة هيك لا سمح الله رح يلزمه، بس لهلا الامور طبيعية. ليش هذا شو؟
بيني وبينك يا ميزان، أنا إذا بدي أخذ إجازة اليوم مو لأني خايف على الجرح من الشمس. لكن ليش؟ لأني حابب أخذكم سيران على الغوطة. على الغوطة اللي فيها شجر؟ شجر ونهر وعصافير وورد، كل شيء. إمتى بابا؟ هلا اليوم إذا أعطوني إجازة شي يومين ثلاثة، بكرة منطلع مثل هلا منشان نكسب اليوم من أوله لآخره. طيب شو رأيك نقول لأخوك رأفات بركي بيطلع معنا؟ والله وأنت جبتيها، مو بس أخي رأفات وأخي أبو بسام كمان كلياتنا. وعلى حسابك الطلعة؟ ولك يا ستي على حسابي. هلا شو بدنا ناخذ؟ شي 3 كليات لحمة، أنت بتعملي لك شوية سلطة ولقمة مجدرة بناخذ معنا بيمشي الحال. يا هاي معناته بقدر باخذ مسكليت اللي اشترى لي اياها عمو رأفات. إيه مو لا يعطوا الإجازة بالأول؟ أدهم شوي شوي، شبك أدهم؟ لك بس زهدي بقى شبك؟ هاي طهرنا لك الجرح، حطينا لك دواء أحمر وسبيرتو، خلص بقى. ولك يا حبيبي هي رصاصة، رصاصة مو بوسة. هي شطبت اللحم شطب، ما فاتت من العظم، ما تخاف. طيب بركي التهاب الجرح، يا ريت أخذتوني على المستشفى، والله كان أحسن. ليش شو حيعملوا لك بالمستشفى أكثر من اللي عملنا؟ غير إنه هنيك حيسألوك كيف أكلت رصاصة. لك يا أوس علينا، يخرب بيته. يا سيدي هذا أكيد رجل أمن. لك هذا تاجر مو رجل أمن، أنا اللي بعرفه. التاجر بيشتغل مخبر بالسر. ولك أنت ما تأكدت إنه البيت فاضي؟ لك وقت اللي بدق ميل تليفون وما حدا برد بيكون البيت مليان. لا حبيبي، ممكن التليفون يكون عطلان. طيب وقبل ما أخلع الباب كم مرة دقيت الجرس؟ لك صحيح، ليه وقت دقينا الباب ما فتحنا؟ كنا هربنا. أبصر يا سيدي هذا كان غرقان بالنوم، بس لما حضرتك طبشت الباب فبعدين لزتت الكيس من ايدك. ها؟ لانه تقيل مو مثل كيسك خفيف. هلا انتم متاكدين اذا شافوشكم هون او هون ما راح يعرفكم؟ اخ فعلا يا شباب الله سترنا. الشباب بذمتكم شفتوا لي احلى من هيك كلوب؟ وان شاء الله بدك تحتفظ فيه. الا هذا بدي خليه لوقت ما اتزوج. السرقات كلها عم تتم بهالمنطقة، وكلها بيوت فاضية أصحابها عم يصيفوا برا، ما عدا صاحب الشكوى اليوم السيد معين السعدي اللي كان متواجد ببيته صدفة ولحاله. حسب شهادته وشهادة الرجال اللي وقعوه على الدرج قبل فترة، الحرامية شباب بسن العشرين، اثنين منهم عم يخلعوا ويسرقوا والثالث عم يستناهم برا بالسيارة. بس السيد معين قال معين لما لحقهم ما ترك لهم مجال يركبوا السيارة، وحسب الحوادث اللي مرت علي وعليكم ما في سرقة من هالنوع تمت إلا وفي سيارة عم تستنى الحرامية، حتى لو كانت المسروقات خفيفة. أنا واثق إنه رجعوا أخذوا السيارة. المهم إنه في واحد متصاوب برجله حسب أقوال معين، مع إنه مو مخول يطلق النار على حدا حتى تخويف. نحن صحيح بلغنا المستشفيات والمستوصفات بالمنطقة ليبلغونا إذا أجتهم إصابة، لكن مو بالضرورة يروح على مستشفى أو مستوصف، يمكن يتعالج عند شي دكتور بشكل سري. أكيد هالشي وارد سيادة المقدم. لذلك رح نعتمد على تكثيف دورياتنا وانتشارها لأبعد من هذا المحيط، وحتى نبعد الشبهة عن عناصرنا لازم يكونوا متنكرين. المهم لازم تكون العيون مفتحة من الساعة 12 بالليل للساعة 6 الصبح. ما قلت لك إنه شغلتي بسيطة؟ هاي الحرارة راحت والسعلي كمان. بس صحتك مو عاجبتني. ليش شبالي بابا؟ مثل الحصان. مانك ملاحظ إنه كل مالك عم تنحف؟ وشك كان أملى وجسمك كمان. تعرف بابا إنه الشغل بينحف. وحتى ما تنحف أكتر بدي إياك ترتاح من الشغل. والشركة؟ يلعن أبوها، ببعت أخوك منير يقعد محلك لبين ما تتحسن. بابا أنا ما في شيء. بتضلك بالبيت هون لبين ما تسافر على كندا، ما بدي اسمع ولا كلمة. بصراحة بابا انت فاجئتني. بشو؟ يعني بحنانك علي. لأني حازم معك؟ قول هاي المعاملة متعودين عليها أنا وإخواتي من نحن وصغار. أنا بقصد حنان الأب، هذا الحنان اللي كنت شوفه منك وأنا صغير. انتو شو بتعرفوا عن عاطفة الأب؟ انتو قطعة من لحمي حتى لو ما بين هذا الشيء على وشي. ليش أنا لمين عايش؟ لحالي
بتتصور قديش هذا الكلام بيفرحني. أمك حطت الفطور؟ إيه بابا. بابا خليني نروح على الشركة لبين ما سافر. نوار لا تكون ولان، جسمك بحاجة لراحة وصيانة عامة، وهي الصيانة ما بتتم إلا عندي هون تحت إشرافي. بس فيك تروح ساعة زمان على الشركة وتسلم الشغل لأخوك. أهلين، هاتي عنك يا ميت. أهلين يا ميت. أهلين عدي أمي. عدي يا رب. أمي ما بدي أعطلك عن شغلك. أنت تعطيني عن شغلك أمي، أنت حبيبة قلبي. عدي يا أهلين وسهلين، حليت البركة وإن شاء الله مرتاح بشغلك. مرتاح؟ لك يا أمي أنا ولدت من جديد على إيديكي من فضل رب العالمين وعلى ايدين عمك ابو نزار. ابو نزار؟ والله يا امي انا اذا بشعل له اصابيعي العشره قليل. امي انا شلون بدي كافي؟ اشتغل بما يرضي الله، بتكافي وبتكافيني. بتصدقي اني ما عم سكر الدكاني لل 12 بالليل وعم بفتح 9 الصباح؟ الله يقويك. وفي رجل على الدكان؟ من فضل الله، مالي حصه فاتح، ومع هذا وكله الزباين كثيره والحمد لله. ومرتك واولادك شلونه؟ ما بدك تتغدي عنا؟ بتشوفي هون بتطمني عليهم؟ لا يا مو، ما بقدر اتغدى عندكم. وحياة هالوش الحلو ما حذرتي، بدك تتغدي عنا. علينا بالنور، كيفك انت؟ شلون قضيت ليلة امبارح؟ يعني هلا انت ببيت اهلك؟ طيب بدك تطول بالشركة؟ اسمع بس لا تخلص دق لي تليفون على البيت، انا بانتظارك. يلا الله معك، شد لي حيلك. ها أهلين أبو النور، باي باي. شو مانك رايح على المحل؟ لا ماما لا، اليوم حاسس حالي تعبان شوي. شو هاي تعبان؟ ما فيك البلا ماما؟ ما بعرف، تصطفي. أبوك قال لي أول ما يفيق خليه يجي دغري. خلاص يا أمي خلاص، هلأ أنت من عندك دقيلة وخبري رح تعملوها قصة الشغلة. يا ميت اهلا وسهلا. ابو بسام ميت اهلا وسهلا. كيفك؟ زارتنا البركه، نور المحل كله. ميت اهلا وسهلا. شو اول مره عم جيت لعندك؟ نسيت قد ايش صار لك بعد جيت لعندي. والله زمان. ميت اهلا وسهلا. قل لي شو قهوتك؟ سادم؟ ها سادم. فؤاد بعث لنا 2 سادم يا ابني. شرب اخي شرب. مرت عمو من بعد اذنك تسمحي لي اخذ نوال منك ساعه زمان؟ على البيت اللي عندكم؟ لا مرت عمو، بدي روح لعند الحلاق مشان اعمل شعري، وبصراحه مالي حابه اروح لحالي. يا ستي مقدمه، فوتي البسي نوال. لا مرت عمو مو هلا، الساعه 4. طيب بتمري بتاخديها ولا تروح هي لعندكم على البيت؟ هي اذا بتجي لعندي بيكون احسن. يلا خاطركم خاطركم. الله معك. واحد طلب بنتي باسمه. يا سلام، هلا انت بتوثق فيني ولا لا؟ ولو باسمه مثل بنتها. هلا اذا بتهون علي نفسي بتهون علي باسمه. هذا الشاب ما في منه. يعني بفرضنا الحكي طلبها عن طريقها؟ يعني فيك تقول هيك شيء، بس طبعا هو ما طلبها الا بعد ما شاورها. يعني حاكي معها؟ شبك صفريت هيك؟ شو صار يعني اذا حكى معك كلمتين؟ خلص اكلها يعني؟ المهم انه بيعرفها وبتعرفها. لك شو هالسؤال انت الثاني؟ عرفته اخي عرفته. ايه طبعا بدك تعرفه، لانه هو الوحيد اللي تقدم لبنتك وحضرتك رفضته وراح ضل ارفضه. ايه بعد ما قلت لك اخي هالمره بدك تسمح لي. باسمه بنتي وانا بفهم مصلحتك اكثر منك. بس انا عمه، انا اخوك الكبير. شو نسيت؟ على راسي وعيني ما حكينا شيء. المهم يعني شو
يعني بنتي باسمة درستها ودخلتها الجامعة وتخرجت معها جامعة وموظفة قد الدنيا تتجوز من واحد قرصون؟ إيه مو معقولة لك يا أخي؟ احترامك شديد؟ يا أنو احترام هذا؟ من وين؟ مثل ما عمل لك ومن هون لهون شو أخي؟ شو القصة؟ شو الشغلة بيعه وشروه؟ انسان الموضوع لك أخي خود وعطي معي لك أنت من أين تعتني هيك؟ بتمون أخي بتمون مني ما اقتنعت راح اتحكت معك لا بصراحة مو هي اللي حكت معي هو اللي حكى معي ايوه هو شو عرفوا فيك؟ شلون اجتمعتوا؟ واحد موظف عندي وين بدي اجتماع فيه يعني طول النهار وشي بوشه موظف عندك؟ ايه وبالبيت هذا يلي ايوه هذا يلي شامل يعني اخي اذا كنت رافضه طاق هلا رافضه 100 طاق ان شاء الله ياخذ عندك 75 الف ليره بالشهر لانه الشغله مو شغله راتب الشغله شغله قدر وقيمه قدر وقيمته على راسي وعطى راس سالم حاضر اخي شامل رجال احسن مني بس يا اخي ما بدي جوزه بنتي مليح هيك لا سيدي مو منيح يا ابو نزار اخي لو سمحت افهمني باسمه بنتي الوحيده وانا راسم لها بذهني غير هيك جوازه يا اخي وصلت الفكره هلا انو فكره ليش مين انت لترسم بفكرك مستقبل بنتك ليش هي مجنونه يعني ما بتقدر تفكر وترسم لنفسها مستقبلها انا ابوها وحده مثل باسمه لازم تكون جوازتها مرسومه رسم بنت مع ليسانس وقد الدنيا وظيفتها لك اخي مكتب طوله 4 متر بجوزها واحد طباخ وكرسون اي الله ما اهل الحكي يا رجل سالم الشغل مو عيب هيك شغل بالنسبه لي عيب اخي بالنسبه لك يمكن مو بالنسبه لبنتك يعني حكيت معك لا انا اللي بعت وراها بعد ما حكى معي شامل شو وخليتهم يتقابلوا عندك بالبيت كمان سالم هو حقها لا تفكر حالك كبير كسر راسك انا رح امرق لك اياها هالمره بس لاني ناوي انه اجمع راسين على مخدة بشرع الله فهمت ما حيجتمعوا اخي ما حيجتمعوا لو على رقبتي طيب واذا ضمنت لك انه تعيش هي وياه احسن من العيشه اللي انت عايشها اي طبعا بنتي بنت متعلمه ولازم تعيش حياه احسن من حياتي لك ليش علمتها طيب سالم روّل شوي وخلينا نحكي بهدابة أخي أبو نزار الله يخلي لي إياك لا تتعب حالك معي إيه؟ هذا آخر كلام عندك؟ إيه نعم آخر كلام ولو إني يعني بتمنى ما تطلع من عندي زعلان إيه؟ شو علي؟ بس فيني رجاء عندك أنت بتأمر أخي وعاك تهز بدنا بكلمة طالعة أو نازلة لأنه أنا وعدت أنك ما تعاتبها لا طالعني صغير قدام سالمة وأهوتك مو مشروبة إذا أنت طلع معك هيك ابنك بسام شو تطلع معه؟ عزك نوار والله يا عم ابو منير يعني الحال من بعضه وبدك رايي بكل صراحه ما شاء الله تعيش وتخلف وانتو مو ناويين تخلفوا انا وقت كنت اتكون كان عمر منير 9 سنين يخزي العين عنك عمو يعني بس ايامكم شوي غير ايامنا بالعكس هاي الايام اللي لازم الواحد يستقر فيها يبني أسرة ويلتزم ويكون مسؤول لأنه مغريات العصر كتير كبيرة لا عمو يعني نحن طمن من ناحيتنا ولا في أي مغريات بالدنيا فعلا ممكن تغرينا صحيح يا نوار هو البني آدم يعني قد ما كان قوي إلا ما إيه مظبوط يعني إلا ما يعني يضعف أحيانا
وضعف البني آدم منين بيجي؟ من قلة الإيمان أولاً، ومن عدم معرفته بالشيء اللي بده إياه من الحياة ثانياً. لهيك بتلاقيه عم يتخبط من أول ما بيوعى الحياة ليموت، والشاطر هو اللي بيفيق قبل ساعة المنيع. شو عمو أبو منير يعني رح تقلب لنا إياها حزين هي؟ الموت حق يا ابني، لا بيعرف كبير ولا بيعرف صغير. مزبوط عمو مزبوط مثل ما عم تحكي، بس يعني كأنه عم حس بكلامك إنه خايف يكون بسلوكنا شيء مش ولا بد. أنا من الناحية بقول لك اطمن اطمن عمو، لأنه إحنا اثنين يعني ما عدنا صغار، وبالنسبة لي أنا منوار يعني أنا إذا بشوفه عم يغلط بنبهه وبظن إنه هو نفس الشيء كمان. يعني نحن مو مثل كل هالشباب، نحن شباب إلنا مشروع بهالدنيا، وبظن إنه ما في عنا لا هيك ولا هيك. أما بالنسبة لموضوع الزواج فبظن إنه نوار هو لازم يتزوج قبل مني لأنه أكبر. ليش أكبر بقديش؟ هلا بغض النظر عن قديش، أنا بالنسبة لي بتعرف إني فكرت بالزواج من كم يوم؟ في حدا معين؟ إيه في حدا، بنت عمي نوال. صوتك زعلان؟ أنا بزعل وقت بحس إنه ما عندك ثقة فيي. لو ما عندي ثقة فيك ما كنت إجيت لهون وسبقتك. هون؟ وكل الناس عم يتفرجوا علينا؟ لكان وين؟ عندي بالبيت. إيه بالبيت، بالبيت بناخد راحتنا، نسمع الموسيقى اللي بدنا إياها. مو الموسيقى اللي عم سمعونا يا هون غصب عننا. بالبيت الواحد بيساوي قهوة على مزاجه، بيصرخ بيخانق بيعيط بيخانق بيساوي اللي بده. ايه بالبيت بنبين على حقيقتنا، اما هون انا عم جاملك وانت عم تجامليني. انا ما بعرف جامل، اذا حبيت بقول اني حبيت، بس الظاهر انت لسه مو متأكد من مشاعرك تجاهي. شو بدي اقول غير الله يسامحي، بس انا مستغرب انت ليش خايفة تفوتي لعندي عالبيت؟ شو بدي اكله؟ بلكي نوال بالبيت منحس حالنا أقرب لبعض، والأقراب من بعض بيفتحوا قلوبهم لبعض. رامز لا تحاول، أنا بيتك ما ممكن دوسه إلا وأنا زوجتك، وأنا بشوف إنه نحكي بالمواضيع اللي جايين من شانها قبل ما يسرقنا الوقت. حاكم أنا وعدة بنت عمي بالصالون ولازم متأخر. يعني بنت عمي بتعرف إنه أنت معي؟ لا أنا قلت لها إني رايحة لعند رفيقتي ساعة زمان وبمر باخدها. هات لك شو بدك تعرف عني؟ كتير مستعجلة؟ لأني بدي إلحق أعرف كل شيء عنك كمان. إن شاء الله فكرك بجلسة واحدة نتعرف على بعض ومنفهم بعض ومنتفق. شو يعني؟ يعني اللي عندي بده أكتر من قاعدة لأحكي، وإنت هيك قل له إذا كنت مالك مبسوطة بشوفتي. نوال أنا بحبك، بحبك عن جد، بس بحاجة لوقت لأني أفهمك، لأنك أنت أصغر مني بكتير. لا مو كتير، بعدين أنا بهالقعدة ممكن لخص لك كل شيء عن حالي. ما بكفي رامز، أنا كمان بحبك، بس خايفة يشوفنا حدا مع بعض قبل ما تطلبني من أهلي. نوال شبك قوي قلبك لا تخافي. طيب شو بتحبي نشرب قبل ما نبلش حكي؟ كي بدك يا حرام لو كانت أم سامح قاعدة محلي. سامير شو رأيك تروح أنت وأختك لعند أبوك على البيت وتفتحوا معه الموضوع؟ الموضوع اللي حكيتي فيه؟ أمي بلالك يا خلينا مثل ما نحن أحسن. أحسن تكونوا أنتوا بقرنة وأبوكن بقرنة؟ نحن تعودنا وأنتي بكرة حتتعودي. معقول يكون هذا رأيك؟ الأحسن ما ترجعوا لبعض، لأنكم رح ترجعوا تعلقوا من أول وجديد. لا ما رح نعلق، لأني حطيت خطة بدي أمشي فيها مع أبوكن بدون ما ينزعج مني ولو هالقد، وإذا سمعتوا صواتنا ما بكون أنا رجاء. أمي ما حيمشي الحال، خلينا نحن ثلاثة مع بعضنا أحسن. معناتها في قصة؟ قصة؟ طبعاً، عواد ما تسعى أنت وأختك لترجعونا لبعض بتقلي نضل مثل ما نحنا؟ ماما مشانك. مشاني؟ بابا ما رح يقبل ترجعوا لبعض. معناتها عرضتوا عليه الموضوع. لا يا ماما يا حبيبتي، بس أنا بعرف بابا مثل ما بتعرفي. أنا بعرفه أكتر منك ومن أختك، أنا الحق علي، لو فهمته من الأول وراعيته ما كان. بس هلأ الوضع رح يختلف، اتصلنا بعاد عن بعض، أكيد هلأ بيكون هدي مثلي وصفية نفسه. ما صفي شي. سامير يا بتقلي شو مخبي علي يا بغضب عليك وما بغض بحكي معك ولا معك. احكي لينا، أكيد انتو الاثنين بتعرفوا نفس الشي. أنا ما بعرف شي. سامير يا ماما شوف، إذا ما بتحكي هلأ رح ضب أغراضي وروح لعند أهلي. أصلاً هذا البيت مو بيتي، بيتك أنت وأختك.
اهدي ماما اهدي الله يخليكي. سامر انا هلا انت ما تركتي لبابا عن قناعه؟ لا تركته عن حيواني مو عن قناعه. بدك تحكي ولا لا؟ We'll be right back.